عقارب الساعة تشير إلى 11:40 بميناء مارسيليا. طاقم باخرة باج مختار 3 وأعوان المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين هنا بمارسيليا مجندون منذ أكثر من 8 ساعات لينجح رحلة على متنها أكثر من 1500 راكب و600 مركبة. تمام منتصف النهار، الباخرة تقلع دون أن تسجل أي تأخير. الوجهة الجزائر العاصمة. في هذه الأثناء على مستوى الاستقبال في المطبخ وقاعة الإطعام، الجميع يعمل جاهدا لخدمة أمثل من أجل راحة المسافرين على جل الأصعدة. دوك هاد لو نوفو باتو باجي مختار فرانشمون سي اون ايماج سي لا فيترين دو لالجيري. وهنا اون ايساي دو توت لي مانيير ماشي اون ايساي لازم اون ريبريزونت لالجيري باسكو بابو شباب الله يبارك. ككل سنة كثيرون من أعضاء جاليتنا المقيمة بفرنسا يفضلون الاحتفال بعيد الأضحى في الوطن الأم بين أفراد العائلة والأحباب. حنا ندوزو العيد في البلاد، سي لا دوزيام فوا، أنا صافي بوندون 46 عام، سي لا دوزيام أني دو سويت راني نروح للبلاد باسكو عجبني الحال في البلاد العيد، جو سون العيد فوالا. كون فرونس أون سون با العيد، جوست أفيك ما فامي، مي زونفون، تو سا، مي بتي زونفون. Que je sens un petit peu, mais le, en Algérie, c'est autre chose. Il y a une chose qui est plus fort. Je suis en بلاد et chaque année, je suis en train de faire بلاد. Le goût de l'Aïd, le kbir, c'est le top. Masha'Allah. بعد أكثر من 16 ساعة من الإبحار، باجي مختار 3 تقترب من ساحل إحدى أجمل واجهات البحر الأبيض المتوسط، ولا أحد يريد أن يفوت متعة جمال هذا المنظر، والذي يعني الوصول إلى الوطن الأم ونهاية رحلة لا يضاهيها ثمنًا.